تواصلنا مستمر انطلاقاتنا مستمرة بأرضية هذا الميدان لهذه الأشواط المتتالية في صباح هذا اليوم، وضمن السباق التاسع في هذه السباقات التمهيدية التي تبدأ في بداية الموسم لتستمر حتى نهايته. ينطلق قبل قليل بحفظ من الله ورعايته الشوط الخامس الخاص بالحول المحليات الأصايل المتنافسة لتحقيق الفوز والانتصار. مقدمة الشوط والمركز الأول خلال هذا الانطلاق والإبداع، المركز الأول من تتقدم وتتواجد الحذرة سعيد بن راشد بن سعيد الرميثي، بينما المركز الثاني حلوة صالح بن سعيد بن خالص العامري، بينما ثالثا تتواجد الدكتور مبارك بن محمد بن عصري الخيالي. وننتقل إلى المركز الرابع، هذه هي أيضا تتواجد شواهين حمد بن خميس من يمعة الخويص يأتي مع المركز الرابع. المركز الخامس مباشرة فهي أيضا تأتي الدرعية عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الكتبي تتواجد خامسا، وننتقل إلى المركز السادس حيث تصل كذلك أركان عامر بن عوض بن ترشوم العامري يتقدم بانطلاقة أركان في المركز السادس. ننتقل إلى المركز السابع، هذه هي أيضا تتواجد الشامخة ناصر بن عامر بن راشد الهاشمي يأتي أيضا مع المركز السابع. المركز الثامن تتواجد سيوف سيف بن أحمد بن خادم الرميثي يأتي بانطلاقة وجود سيوف في المركز الثامن، بينما تاسعا ذهيبة أحمد بن محمد بن حليس الكتبي يعلن بانطلاقة وجود هذا الاسم هي ذهيبة. والمركز العاشر تتقدم أيضا تم أحمد بن محمد بن حليس الكتبي من يقدم أيضا الثنتين في هذا الانطلاق وهي ذهيبة، وتم ثنتين في المركز التاسع والعاشر. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة وأسماء تتواجد خلف دائرة الإعلام في هذه الانطلاقة وفي هذا الإبداع الكبير. يعني ستة من الحول لم يحين لها موعد الوصول والدخول إلى دائرة العشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق المميز. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي الذي يأتي بوجود هذه الأسماء المتقدمة التي تنطلق أمام حضراتكم في أرضية هذا الميدان. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى من تقود المسار الرميثي يأتي على المقدمة وعلى المركز الأول ليعلن أيضا بوجود وانطلاقة الحذرة سعيد بن راشد بن سعيد الرميثي متقدما في هذه الانطلاقة متواجدا في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاق المثير. تحركت على المركز الثاني، بدأ الانطلاق مع بن خالص صالح بن سعيد بن خالص العامري لدى وجود حلوة من تتحرك
يتواجد أيضا في هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث فهي الدكتورة مبارك بن محمد بن عسل الخيلي يأتي بانطلاقة هذا الاسم، يأتي بانطلاقة هذا الاسم مع المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، هي أيضا أركان عامر بن عوض بن طرشوم العامري يتقدم بوجود وانطلاقة أركان على المركز الرابع. المركز الخامس هي أيضا شواهين حمد بن خميس بن يمعة الأغويص يأتي في المركز أيضا الخامس خلال هذا الانطلاق. سادسا أيضا وجود الدرعية عبيد بن حمد بن مطوع الكتبي متقدما في المركز السادس. المركز السابع هي أيضا الشامخة ناصر بن عامر بن راشد الهاشمي يصل في هذا الانطلاق مع ايضا المركز السابع. المركز الثامن تتواجد سيوف عبيد بن احمد بن خادم الرميثي ياتي مع ايضا المركز الثامن. المركز التاسع وصلت مياسه، تقدمت مياسه في هذه اللحظات. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يعلن بمشاركه مياسه في صباح هذا اليوم. بينما المركز العاشر فهي العزوم مايد بن سيب بن طماش المنصوري يتقدم بوجود وانطلاقة العزوم خلال هذا الانطلاق المميز والإبداع الكبير لدى انطلاقة هذا الشوط لدى وجود هذه الأسماء. ولكن يبدو أن انتصفنا المسافة، يبدو أن انتصفنا المسافة في هذه اللحظات وفي هذه التحديات بست دقائق وخمسة عشر ثانية في الأربعة كيلو مترات الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، هذه حلوة تتقدم، هذه حلوة تتواجد. صالح بن سعيد بن خالص العامري يعلن بانطلاقة وجود حلوة على المقدمة، حلوة على المركز الأول تأتي في الانطلاق الرائع والإبداع الكبير لوجود وانطلاقة حلوة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول خلال هذا الانطلاق المميز. بينما ننتقل إلى المركز الثاني فهي أيضا من الجانب الآخر الحذر سعيد بن راشد بن سعيد الرميثي يتقدم بانطلاقة أيضا الحذرة على المركز الثاني. المركز الثالث هي أيضا الدكتورة مبارك بن محمد بن عسل الخيلي يتقدم بوجود وانطلاقة الدكتورة في هذا الانطلاق المثير والإبداع الكبير لدى وجود هذه النوعيات المتنافسة من أجل تحقيق المركز الأول، من أجل تحقيق الصدارة في نهاية هذه الأمتار المتبقية. الله، شوف الأسماء القادمة، شوف الانطلاقات المثيرة بالإبداعات المتميزة. تحركت الأسماء من المراكز الخلفية، هذه هي أيضا أركان عامر بن عوض بن طرشوم العامري يصل بوجود وانطلاقة أركان كذلك من الجانب، أو تدخلت على المركز السادس في هذه اللحظات. وعلى المركز الخامس وصلت أيضا الدرعية عبيد بن حمد بن مطوع الكتبي يصل بانطلاقة الدرعية. تحركت مياسة، وصلت مياسة في هذه اللحظات. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي تصل في المركز السادس. ولكن عود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الثنائية مع بن خالص والرميثي. بن خالص والرميثي يتقدمون إلى صدارة هذا الشوط بوجود ثنتين في موقع واحد، بوجود ثنتين في موقع واحد. ولكن خلاص ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا كيلوين ونص. والإخوان قادمين من المراكز الخلفية، أحذركم يا الرميثي ويا بن خالص، هناك أسماء قوية من الحول مشاركة في هذا الشوط قادمة لترقب أيضا بتحقيق الفوز والانتصار، رقبة في تحقيق المركز الأول. عشقا للناموس، عشقا وهدف الجميع الناموس. خلاص، هذا الرميثي يتقدم مع الحذرة سعيد بن راشد بن سعيد الرميثي، وهنا وجود حلوة. صالح بن سعيد بن خالص العاملي ياتي مع المركز الثاني بن ترشوم، او هذا ايضا بالعصري مع الدكتورة مبارك بن محمد بن عسل الخيلي خذت المركز الثالث. كذلك عامر بن ترشوم مع وجود اركان عامر بن عوض بن ترشوم العاملي
يتقدم في المركز الرابع خلال هذا الانطلاق. ما هو الاسم القادم؟ ما هو الاسم القادم في المركز الخامس؟ الله، شوف شوف التحديات، شوف الانطلاقات القادمة من المراكز الخلفية. نتأخر قليلا لمتابعة وإعطاء الصورة عن قرب، لإعطاء الصورة عن قرب. هذه الحول بسم الله عليها، ما شاء الله. شوف اللي قادمة في المركز السادس، شوف المنطلقة أيضا غيرت إلى المركز الخامس، ما شاء الله. هذه هي أيضا تتقدم وتتواجد، تنطلق أيضا. تم تم أحمد بن محمد بن حليس الاكتبي وذهيبة، أحمد بن محمد بن حليس الاكتبي في الخامس والسادس، المركز السابع. هذه هي أيضا الشامخة، ناصر بن عامر بن راشد الهاشمي يأتي بوجود هذا الاسم، يأتي بانطلاقة هذا الاسم يا الهاشمي. ما تبقى إلا كيلو ونص الكيلو على نهاية هذا الشوط، مع المركز أيضا السابع، المركز الثامن سيوف سيب بن أحمد بن خادم الرميدي، المركز التاسع هي أيضا مياسة سعيد بن عبد الله بن مناخر. ولكن الأسماء القادمة، الأسماء المنطلقة الباحثة عن الفوز والانتصار في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير، مقدمة الشوط الرميثي مع الحذرة عادت من جديد، عادت الحذرة إلى مقدمة هذا الشوط بإشارات تحذيرية تقولها لكل الحول المشاركة، من يريد التنافس عليه بالتقدم. وهنا حلوة لصالح بن سعيد بن خالص العامري. ثالثا هي أيضا تأتي أركان، أركان تتقدم، أركان تتواجد. عامر بن عوض بن طرشوم العامري يصل في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. ركز يا أيضا يا بن ساعد، ركز يا بن ساعد وراقب أركان من تتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. هذه الأسماء المتقدمة، غير بن خالص، غير غير صالح بن سعيد بن خالص العامري مع وجود حلوة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هذه حلوة تتقدم، هذه حلوة. أركان تأتي بمنافسة قوية للانطلاق في الأمتار الأخيرة من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا الإبداع القوي الذي يظهر بوجود هذه الأسماء المتقدمة والمنطلقة. ولكن الله، حلوة 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 تتواجد، حلوة تنطلق بالمركز الأول. صالح بن سعيد بن خالص العامري يأتي بوجود حلوة التي تنطلق أيضا بأداء مميز وجميل على نهاية هذه الأمتار. حلوة حلوة، صالح بن سعيد بن خالص العامري خلصها بن خالص الأمتار الأخيرة وانطلق بوجود حلوة المبدعة في الأمتار الأخيرة والمنطلقة محققة المركز الأول. صالح بن سعيد بن خالص العامري تهانينا والناموس. المركز الثاني أركان، عامر بن عوض بن طرشوم العامري، بينما الحذرة سعيد بن راشد بن سعيد الرميدي ثالثا، رابعا تم أحمد بن محمد بن حليس الاكتبي، وخامسا كانت أيضا مشاهدين الأعزاء هي الدكتور مبارك بن محمد بن عصر الأخيري. التوقيت 12 دقيقة 40 ثانية.